الاحباط والدي ان ايه المصري. انا مش هجيب لكم اي مثال لان انتوا حواليكم الموضوع ده ان شاء الله وهيتغير، ربنا يرزقنا كلنا ان النفسيه دي تتغير للاحسن. حاجتين بس هتكلم فيهم المره دي في الموضوع ده، تاريخ في امريكا درسوه في امريكا، وعلم برضو في امريكا. في يونيفرسيتي اوف تكساس دكتوره سينثيا كلارك هيستوريان عشقت القدماء المصريين وتاريخهم، ودرست ايجيبتولوجي كورس اول يوم لينا. انا درست تاريخ برضو. عرضت علينا فيلم القدماء المصريين والامل، جابت لنا المشهد كان كلب نهر النيل جاف، الكلب عمال يحفر، البني ادم طبعا جاله احباط، الكلب عمال يحفر ويقاوح ويحفر ويقعد سرفايفل، يو جاتا سرفايف اوكي، لغايه ما طلعت ميه. فتعلم البني ادم من الحيوان البيرسيفيرنس، ان هو يستمر، والامل. عشان كده ساعات كتير في ستاتشوز بتبقى جسم بني ادم وراس حيوان او كلب وقطه، الحاجات اللي بيتعلموا منها يعني. ده رحمة بالحيوان، ده موضوع تاني خالص. ده المؤرخ الغربي او الامريكي حب يشوف الحضارة بتاعتنا كده. معرفش في مصر بتتدرس ازاي ولا حواس هيقول عليها ايه، بس لو حد حفظك حاجة احفظ، لا حاول تقرأ وتفهم. انا مش عايز احفظ، انا عايز افهم. الحاجة التانية العلم بقى، قرفتها حلوة، قرفتها حلوة دي علم. نيورولوجي، برين ساينتست، نيورولوجيست اصلا، كانت بتشتغل في برين بانك اوكي. جالها الله اكبر بعد الشر على اي حد، شلل او تومر في المخ الشمال، الانالوجيكال برين، المخ اللي بيحلل، اللي بيستوعب الكلمه لما تتقال بتستوعب معناها ايه، اللي لما حد الصوره قدامك بتشوف الصوره بوضوح. المخ اليمين اللي مسؤول عن الطاقه. فيعني لما تشلت كانت بتوصف واحده من الممرضات ان هي انرجي فاكيوم، بتشفط منها طاقتها. كانت نايمه في سريرها في المستشفى تعبانه، المفروض ملاك الرحمه تدخل عليها، اتريها مش ملاك رحمه، البنت دخلت يعني تكروت شغلها ومفيش ضمير مفيش اي حاجه. فوصفتها ان هي طاقه شريره داخل عليها تسحب من روحها، تسحب من طاقتها، تسحب منها اوكي. فكل الحاجات اللي بنحسها دي كده من لا اصل انا مش حاسسها، مش حد ممكن يقول لك كلام حلو قوي ويعاني من مش حاسس الموضوع ده، ده علم. sometimes لازم تسمع لمخك اليمين اوكي. ف الحاجات دي اهو مثبوته على مدار التاريخ وعلى مدار العلم، مفيش يعني مفيش بعد كده عايز ايه تاني يعني، فاهم؟ انت بقى تقدر تقوي نفسك ازاي عشان خاطر ما تصابش، ما تدخلش يعني في التورنيدو بتاع الاحباط ده. لازم تسلح نفسك. انا سلحت نفسي ازاي مثلا كمصريه، لان انا طبعا بلاقي الكلام ده لغايه دلوقتي، حتى قاعده بره في الغابه الاقي تليفون تربت تي احباط، بس الحمد لله الحمد لله وقفت على رجلي رسمي، حصنت عملت كده وال حواليا، اللي هو حد يجي يوم الوال دي زقاه، حد يجي الوال دي زقاه، بس قعدت سنين عشان اعمل الوال القويه دي بولت بروف، محدش يقدر يخترقها اوكي. ماجيكو دي حاجه انا ما اقدرش احللها كعلم او تاريخ او اي حاجه. الدعاء، اللسان، تدعي خلاص، ادعي ربنا ايا كان ملتك انه يقويك ويثبتك ويبعد عنك الطاقات دي، او حتى يخليك عندك التولرنس، القدره انك تستحمل الحاجات دي اوكي. تاني حاجه تعلم نفسك كل واي نوع من انواع التولرنس. هتقرا، احنا هننزل عليها القران، اقرا، ده امر، دي عباده، لازم تتثقف، لازم تعلم نفسك تقرا كتاب، تطلع على النت بدل من حاجات ابيحه، نقرا حاجه مفيده عشان نعمل اكسرسايز للبرين بتاعنا يفضل يشتغل اوكي. والرياضه انا قلتها مليون الف مره. الخمس اشخاص اللي محاطين حواليك في حياتك خلي بالك منهم جدا اوكي. دول بيدعموك او بينزلوك، يا هتنزلك يا هتطلعك. وحتى الزوج اللي هتتجوزيه او الزوجه، ادرسي قبل الحب والكلام ده كله، ادرسي
نيتهم واخلاقهم وطاقتهم واهدافهم، هدفه يطلعني ولا هينزلني؟ ما في واحد ممكن يكون ما شاء الله عليه وبعد الشر يتجوز حد تنزله، لان لا يا عم مش هيبقى، والاكتئاب والنكد ومش عارف ومش عاجبني ومش عارف، كل ده هيخبط في الواحد. احنا بني ادمين. مثل تاني، الكلام على الودن امر من الزن على الودن امر من something like that. Yeah, that's very relevant because you're gonna keep hearing it. انت عايز صوت دماغك انت يبقى اقوى واعلى صوت. انا عندي هدف، عملت تشيك مع نيتي. انت نيتك ايه؟ والله نيتي يعني الحمد لله ما فيهاش حاجه حرام، ادي تشيك. نيتي ان انا عايزه ارفع نفسي، حلو قوي جميل، ده عباده، تشيك. ارفع غيري، دي تبقى روعه، ده جميله جدا. اوكي، فثبت نيتك الاول، اطلع منها اي حاجه وحشه وادعي ربنا، ومارس رياضه القرايه لازم. اوكي، البحث ممكن وانت قاعد في بيتك على تليفونك ولا موبايلك ولا بتاع الايباد كمبيوتر، look up stuff، اكتب مناوية بدل مواضيع كذا مستفزة، اكتب موضوع ودور عليه بطريقة scientific شوية. اوكي، من مصادر موثوق فيها الى حد ما، لان برضو المصدر مهم، الانترنت ده مليان junk، لازم تبقى واثق من المصدر بتاعك. اوكي، وتحاط بالخمسه اللي حواليك اللي دايما في حياتك، تتاكد ان هما ناس هتشجعك ايجابيه او في حالها مش عادي. الكلام ده كله ممكن لو بتحبهم قوي هما عيني عمال يحبطوا فيك من غير قصدهم، مش قاصدين، تكلم معاهم وقول لهم بص بعد اذنك يعني، وده حاجه انا عملتها مع الناس اللي بحبها، انا الموضوع ده في دماغي وانا حابه وكده، بس ادام احنا ادام انت مش شايف ان احنا يعني مش عاجبك، مش ضروري نتكلم فيه خالص، نتكلم باي حاجه تانية. الكتمان في مشروعك او فكرتك او حتى مشاعرك يا اخي، اكتم الموضوع ده حواجائكم في الكتمان لغاية ما تكون واثق ان هو انت بدأت الطريق ونجحت الى حد ما فيه، بعد كده ممكن تعلنه للناس اللي ممكن تبقى تديك سبورت، او ما تعلنوش، تستمر فيه لغاية ما نجاحك يعلى، اشتغل في الصمت لغاية ما نجاحك يعلى، وبعدين هم لوحدهم هيقولك خلاص انا واثق فيك عشان انا شفت منك نجاح. ما برضو الناس عايزة تجربة ناجحة عشان تديها سبورت، بما فيهم اهلك او مراتك، شوفي اقرب الناس ليك هم. اصبر، يعني الصبر مذكور في القرآن كتير قوي، I can look it up واشوف كلمة الصبر دي مكتوبة قد ايه في القرآن. لازم نصبر. اللي بيقول لي انا بحبط بسرعة او السكة طويلة، معلش حتى لو متنا، في ناس انا املي مثلا ممكن ما اشوفوش، ممكن اموت وما اشوفوش، بس انا نويت ان شاء الله اني هكون صبوره واشتغل عليه وخلاص. ممكن الفكره تبقى جوه كيان بني ادم سنين وما تحصلش بسبب ظروف كتيره خارجيه، انا ماليش دعوه ظروف البلد، ظروف اللي معرفش ايه، مفيش فلوس، مفيش كذا، لو معاك موبايل وانترنت you're good enough، واربع حيطان سترينك ولقمه هتاكلها you're really good enough. ودي الناس اللي بتكلم معاها، ما بتكلمش مع الناس اللي لسه في العشوائيات، انا بتكلم مع الناس اللي معاها انترنت، يبقى تقدر تعمل حاجة. I promise. لازم تصبروا، تذكر ربنا لحد ما باللسان بالقلب بالروح، الصلاة لو من ملة الإسلام، تسعى بالقراية بالعلم بالريسيرش، تحاط بناس إيجابية إلى حد ما، أو ناس مسلمة، أو ناس على الأقل مش من نفسنا وعايزة تضايقك، أو تتفاهم معهم، تتكلم معهم، عشان خاطر لو سمحت بلاش خلاص الموضوع ده نتكلم فيه، خلينا أصحاب حلوين في مواضيع تانية. تبني ثقة في النفس كويسة، ودي بتاخد سنين من اساليب ثانية كتير هتكلم عليها، كل فيديو ان شاء الله هيبقى it's gonna touch everything. اوكي، وتتمنى اللي قدامك الخير. لما باجي ادعي اتعلمتها مؤخرا، بدل ما اقول يا رب ارزقني، يا رب ارزقنا، ما انا كده كده included، فهتبقى يعني وانت فعلا عايز كده هتلاقي كده كده ربنا هتلاقيها هيسهلها. I promise it's as simple as easy as that. again الكتاب كان اسمه stroke of insight، هاتوا افهموا واستمر ان شاء الله. سلام.